بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات المرحلة الثانوية الأزهرية، مرحبا من طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري على قناة مستر أستاذ ذات شرح وتبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرون معك في حل امتحانات الثانوية الأزهرية. وصلنا لامتحان العام 2015، وده القسم العلمي. الامتحانات بتاعتنا متاخدة من كتاب ماي نيو فريند للعام 2021، وغلاف الكتاب موجود عندك على الفيديو. بداية امتحان 2015 للقسم العلمي موجود على صفحة 171. بسم الله الرحمن الرحيم، بركة الله. نبدأ أول جملة في تشوز، تقول لك when the police، عندما الشرطة كذا، the gun، البندقية أو المسدس، they discovered his fingerprints on it، اكتشفوا بصمات أصابعه عليها. يا ترى تشيك بمعنى فحص، ولا inspected بمعنى فتش أو تحرى في كذا، ولا examined برضو بمعنى فحص، ولا looked بمعنى نظرة؟ هاخد examined بمعنى فحص، إجابة واحدة في الجملة رقم واحد. طيب ليه ما خدناش تشيك اللي هي تحمل نفس المعنى؟ لأن تشيك كانت هتحتاج معها حرف الجر up، وده مش موجود، هيخلي examined إجابة واحدة صحيحة في الجملة رقم واحد. الجملة رقم اتنين بتقول لك إيه؟ water بعد جاء فراغ، الماء وبعد جاء فراغ، through بمعنى عبر أو خلال، أداة يعني سد، produces تنتج، hydroelectric power طاقة كهرومائية، passes في شكل المضارع البسيط، ولا passing في شكل الجرم، ولا pass في شكل المضارع البسيط أو المصدر، طبعا تختلف من ضمير ليه آخر، طبعا هنا لو الضمير I أو we أو you أو ذي، لكن بص الأولية كانت هتيجي مع هي أو شويت مثلا. باست ده في شكل الماضي البسيط. طيب أنا هاخد إجابة باسنج. طب يا مستر أنت ليه خدت الإجابة اللي فيها الجيرانت؟ أقول لك يا سيدي، الجملة دي في أصلها كان water which is passing، يعني هنا كان في ريلاتيف كلوز اللي هو which، يجوز حذفه عندما تستخدم جيرانت. جيرانت يعني مصدر فاعل زائد إنجي اللي هو الاختيار بتاعنا passing، ولما حذفنا which يا شباب حذفنا معاها is، وده اللي خلى passing إجابة وحيدة صحيحة في الجملة رقم 2. 3. This treatment is not، هذه طبعا كلمة treatment هنا بمعنى علاج، هذا العلاج ليس كذا، in all hospitals، في كل المستشفيات. يا ترى available بمعنى متاح، ولا spare بمعنى إضافي أو زيادة، ما نقوله spare tire أو وقت فراغ، ما نقول spare time، واللي هنا بمعنى حسنا، ولا availability بمعنى إتاحة. الإجابة بتاعتنا هي available بمعنى متاح، عشان يبقى معنى الجملة هذا العلاج غير متاح في كل المستشفيات. available إجابة واحدة في الجملة رقم 3. طب نكمل الامتحان بتاعنا ونروح للجملة رقم 4، واللي بتقول معاك his watch، الساعة بتاعته جاء فراغ، have cost a lot of money، كلفت الكثير من المال. طيب it is made of gold، مصنوعة من الذهب. يبقى اللي قدامي ده هو بيستنتج في الجملة اللي قدامي، والاستنتاج بتاعه في الماضي. ده الدليل ان هو استنتاج في الماضي، ادي هذا هي وراها تصريف تالت. يبقى انت كده فاضل لك ايه بقى؟ فاضل لك must او can't. امتى دي وامتى دي؟ must لو كنت متاكد من ان هذا الحدث وقع في الماضي، وcan't لو كنت متاكد برضو من هذا الحدث بس ان هو ايه لم يقع. ماشي، الساعه دي كلفت كتير ولا ما كلفتش؟ بناء على الجمله الثانيه بيقول لك ده مصنوعه من الذهب، يبقى اكيد كلفت كتير. يبقى ناخد لها must تاكيد في الماضي بالحدوث، ولا كانت تأكيد في الماضي بس بعدم الحدوث، ولا مايت اللي هي معناها قد، ولا شود اللي بتتكلم في فكرة تانية خالص. الإجابة بتاعتي هي must، استنتاج في الماضي بوقوع الحدث، إجابة وحيدة في الجملة رقم 4. 5. Our team is going to enter the competition، فريقنا سوف يدخل في المنافسة أو المسابقة. تمام، we all hope to بقى فراغ something. ماشي كويس خالص الكلام ده. تمام، احنا لينا الجزء اللي فيه الكلمه اللي هنختارها بيوضح اللي احنا عايزينه. شايف كلمه هوب دي بمعنى يتمنى، ودي من الكلمات اللي انا لما بستخدمها مع المستقبل هتحتاج معاها فعل ايه بقى؟ جيب لك تو. يبقى انت عايز فعل في المصدر، بس مين في الافعال اللي جايين؟ يا ترى بيت بمعنى يهزم، ولا جين بمعنى يكتسب، ولا ايرن بمعنى يربح او يكسب، ولا وين بمعنى يفوز؟ انا هاخد وين. طب ليه يا مستر خدت وين اللي هي معناها يفوز وما اخدتش مثلا اي كلمة اخرى؟ اقول لك يا سيدي، بيت بمعنى هازم، خلاص بعيد عنينا ان هم بيتكلموا فكرة الفوز. جين بمعنى يكتسب، معلومة خبرة. ارن بمعنى يكسب او يربح بس فلوس، خلاص كده. لكن وين بمعنى يفوز بجائزة، خلاص وين اجابة وحيدة في جملة رقم 5. 6. بيقول لك يبقى جاب فراغ، هير هاو شي هاد سبيند ذا هوليداي، هو كذا هي كيف قضت ايه الاجازه بتاعتها. بيقول لك هي بقى فراغ، هير هاو شي هاد سبنت، كيف قضت اجازتها اللي هي ذا هوليداي. تمام، يا ترى وندرد
ولا asked ولا told ولا promised. كلمة wondered بمعنى تعجب أو تسأل، ماشي، وكلمة asked بمعنى سأل، told بمعنى أخبر، وpromised بمعنى وعد، ماشي. wondered مش هتنفع معايا لأن دي من الكلمات اللي أنا بستخدمها في الأسئلة اللي مفيش فيها كلمة استفهام، طبعا السؤال قدامك ده reported يعني محول، تمام. طيب وtold لها علاقة بالجملة الخبرية، وpromised بمعنى وعد برضو بتتكلم في فكرة الجمل، يبقى أنا كده عايز مين بقى اللي فاضل لي asked بمعنى سأل، ودي اللي انا بستخدمها في السؤال المحول وخصوصا لما يكون في كلمه استفهام اهي، هاو اهي، تمام. asked اجابه واحده في الجمله رقم 6 لان احنا قلنا انها سؤال محول من مباشر الى غير مباشر. asked اجابه واحده في 6. 7 بيقول لك ايه، my sister loves، اختي تحب، وبعد كده جاب فراغ، and buys very fashionable dresses، اختي تحب كذا وتشتري فساتين على الموضه. يا ترى cloth بمعنى قماش ولا clothes ولا clothes ولا costumes؟ الإجابة بتاعتي هي clothes، الاختيار C، ماشي، بمعنى الملابس. أختي بتحب الملابس clothes، إجابة واحدة في جملة رقم 7. ما خلناش لي cloth لأنها قماش، وهي clothes في الحرف B بمعنى يلبس، وعندي clothes اللي هي clothes، الاختيار C هي الإجابة بتاعتنا، وcostumes بمعنى زي اللي هي الأزياء الموحدة، تمام. الإجابة بتاعتنا هي close clothes، الاختيار C إجابة واحدة في 7. 8 it was an exciting match، كانت مباراة يعني ايه exciting بقى، مدهشة وحلوة خالص. I wish I كذا it، انا اتمنى او كنت اتمنى كذا هذه المباراة. التمني اللي بيحصل ده هو تمني للماضي ولا تمني للحاضر ولا ولا للمستقبل؟ هو مش بيقول انها كانت مباراة شيقة او جميلة او مثيرة او اكسايتنج او الكلام ده كله، تمام، يبقى دي فيها اشارة للماضي، يبقى هو نادم على انه لم يشاهد هذه المباراة. يبقى انت محتاج ان الجملة بتاعتك يكون في شكل الماضي التام، يبقى could watch مش هتنفع لانها تدل على المستقبل. had watched هي الاجابة الوحيدة الصحيحة لان هي اللي فيها اشارة للماضي التام، watched ماضي بسيط خطأ، و would watch برضو لها علاقة بالمستقبل خطأ تماما، بنأكد had watched اجابة وحيدة في الجملة رقم 8. الجملة رقم 9 بقول لك ده بقى جاب فراغ، of rings depends on the amount of rain، كذا rings هنا بمعنى حلقاته، طبعا هنا بيتكلم عن الشجرة، الحلقات الموجودة في ساق الشجرة لما تيجي تعمل لها بقى عد لي عمرها او سنها، بقول لك تعتمد على مقدار المطر، يبقى the depth بمعنى عمق ولا the length بمعنى طول ولا height بمعنى ارتفاع ولا width بمعنى اتساع؟ لا انا عايز اتساع لان الحلقات متسعة او متباعدة عن بعضها بطريقة او باخرى، وايت اجابة واحدة في الجملة رقم 9. طيب بنكمل الجملة رقم 10 ومنها يبقى ظاهر معنا رقم الصفحة اللي احنا شغالين عليها، وادي اسم الكتاب بتاعك اهو. 10 بقول لك ايه، it was a cold rainy day، اليوم ده كان برد جدا وكمان كان ممطر، ماشي، جايب خلاص هنا هو بعد كده جايب نقطة وبيكمل، a lot of people attended the party، a lot of people attended the party، الكثير من الناس حضروا الحفلة. يا ترى therefore اللي هي معناها ومن ثم، moreover moreover بمعنى علاوة على ذلك، nevertheless اللي هي معناها وعلى رغم من ذلك وبرغم ذلك، ولا although. انا هاخد nevertheless، ليه nevertheless؟ لان nevertheless هي اللي ينفع تكون بصياغة الجملة اللي قدامي، nevertheless تكون لوحدها، مش بقى كده a lot of people attended the party بمعنى يكون ايه، هيكون قدامي جملة كاملة بالشكل ده. although ما كانش هتنفع شباب لان الجملة كانت هتحتاج تتقلب خلاص، كان هنبقى اقول ايه لو انا عايز اخد although معناها برضو على الرغم من ذلك، كان المفروض اقول ايه although it was a cold and rainy day، كان هيكمل بعد كده a lot of people attended the party، لكن nevertheless هي اللي ينفع تكون بداية للجملة على الشكل اللي انت شايفه ده بالظبط، nevertheless اجابة وحيدة في الجملة 10. 11 بقول لك you should، وبعد كده فراغ، this shirt in hot water to get the stain out، يتحتم عليك كذا هذا القميص في ماء ساخن لكي، الكلمة stain بمعنى بقعة يعني عشان هي تطلع البقعة، يا ترى سك ولا سك ولا سوك ولا بوت؟ انا عايز سوك بمعنى ينقع، بيقول له لازم تنقع القميص ده في مية سخنة عشان تطلع البقعة، سوك الاختيار سي اجابة وحيدة في الجملة رقم 11. ننتقل صفحة 172 عشان نكمل الامتحان بتاعنا، ووصلنا الجملة رقم 12 في تشوز، الكتاب بتاعنا يا شباب اهو، ماي نيو فريند اهو. الجملة رقم 12 في تشوز بتقول لك ايه، وانس هي كذا
his homework he will go to bed. عايز اقول لك يعني فيما معنى الكلام كده ايه، لو انهى الواجب بتاعه او عندما ينهي الواجب بتاعه سوف يذهب الى فراشه. طيب مش هذه هي ويل ومصدر فعل؟ تمام كده بزمن الجمله دي ايه؟ زمن الجمله دي كده هو واخده شكل المستقبل، يبقى اللي قدامي ده هي واخده كده شكل بديل لبدائل اف في الحاله الاولى، لان هي اللي بيبقى جملتها مضارع بسيط والطرف الثاني بيبقى فيه ويل والمصدر، وانس دي من الايه؟ من جاي البدائل بتاعتها. يبقى ديت في شكل الماضي البسيط مش هتنفع، داز هي الاجابه الوحيده لان هي اللي تمثل مضارع بسيط، وادي هي يناسبها داز. هات دون دي ماضي تام خطا تماما، وويل دو في شكل المستقبل خطا بالمره، بناكد داز اجابه وحيده في جمله رقم 12. 13 بيقول لك ايه؟ هير بوكس كتبها جاء في فراغ انتو مور ذان 20 لانجوجز، كتبها كذا الى اكثر من 20 لغه. طيب وير بينج ترانسليتد، والجمله اللي قدامك واخده شكل المبني للمجهول في صيغه الماضي المستمر، ولا ترانزليتد الماضي ده طبعا كده هو الجمله في شكل ده الفعل ده اكتف بمعنى ترجمه، ولا هاف بين ترانزليتد ترجمت ودي واخده شكل المضارع التام المبني للمجهول، ولا هاف ترانزليتد واخده شكل المضارع التام الاكتف يعني مش مبني للمجهول. انا هاخد هاف بين ترانزليتد ليه؟ لان الجمله اللي قدامي ده هي ما فيش فيها استمراريه، هي الكتب بتاعتها اترجمت بالفعل، والمضارع التام من الازمنه التي تدل على حدث بدا في الماضي وله اثر في الحاضر. هير بوكس ان هو تقع مفعول يا شباب، ده اللي خلاني خدت هاف بين ترانزليتد اللي هو مضارع تام مبني للمجهول في صيغه الباسيف، وما خدتش الاختيار دي اللي هو هاف ترانزليتد مضارع تام لكنه اكتف. تمام؟ يبقى هاف بين ترانزليتد مضارع تام مبني للمجهول اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 13. 14 this pair of trousers هذا التراوزرز يعني بنطلون ماله is كذا expensive that I can't buy it. عايز حاجه من الاربع اختيارات اللي تحت توضح ايه انه غالي جدا لدرجه ان هو ما قدرش يشتري. يبقى اقول سو ولا تو ولا enough ولا such؟ انا هاخد سو اجابه وحيده. ليه يا مستر؟ لان سو هي اللي ينفع يجي وراها الصفه وبعد كده ذات وبعد كده الجمله الجديده. تمام؟ ماشي. طب ليه ما خدناش تو؟ تو بتفيد معنى النفي وكانت تحتاج معاها تو الثانيه اللي هي فيها او واحده ودي مش موجوده. انف ما تجيش قبل الصفه. ساتش محتاجه صحيح ينفع تيجي وراها صحيح صفه لكن محتاجه فاصل ما بين ايه؟ ما بين ذات وما بين الصفه. يعني محتاجه وراها ناون مثلا. ده اللي خلى سو اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 14. 15 بتقول لك ماذر سيد ذات وي كود واتش تلفزيون افتر. الام ماما يعني قالت ان احنا يمكننا ان نشاهد التلفاز بعد ايه اور هوم ورك. واجبنا يا ترى افتر اجيب فينش في شكل المصدر او المضارع البسيط، ولا هاف فينش شكل المضارع التام، ولا فينشنج في شكل الجيرند، ولا هاف فينش في شكل الماضي التام؟ انا هاخد فينشنج لوحدها. طب ليه يا مستر خدت فينشنج لوحدها؟ جمله افتر اللي قدامك دي جايه بدون فاعل، وبما انها جايه بدون فاعل تجيب وراها جيرند يعني مصدر فاعل زائد ان جي فينيشنج اجابه واحده في 15. 20 بيقول لك هي ليفت وذاوت كذا اورد، هو غادر بدون كذا كلمه. يا ترى سي يقول ولا سيد قال ولا هي سيد فاعل وادي سيد اهو ولا سينج جيرند؟ انا هاخد الجيرند. ليه؟ لان الصياغه اللي قدامك هي ليفت وذاوت، وذاوت كده ده حرف جر يجي ورا جيرند على طول. هي ليفت وذاوت سينج اورد، يبقى قلنا حرف الجر وذاوت ده ماشي يجي ورا جيرند على طول. بمعنى الجملة على بعضها سين، طبعا خلاص احنا خدناها اختيار عشان يبقى معنا جملة غادر دون ان ان هو ايه بيقول لك ايه يطلع منه حرف كده. سين اجابة واحدة في الجملة رقم 16. طيب نحرك الصفحة لفوق شوية عشان نكمل الامتحان بتاعنا مع جملة 17 واللي بتقول لك مريم جاء في فراغ ذا ويندوز يسترداي، مريم كذا النوافذ الشبابيك يعني بالامس. They look nice and clean now. هم دلوقتي شكلهم ايه؟ نضاف وحلوين كده وجمال. طب يا ترى got ولا had ولا cleaned ولا got cleaned؟ اجابتنا cleaned بمعنى نظفت. مريم نظفت الشبابيك امبارح. ايه الدليل عن cleaned هي الاجابه الوحيده الصحيحه؟ لان هم شكلهم دلوقتي نضاف. cleaned اجابه واحده في الجمله رقم 17. نروح بعد كده لجمله رقم 18. He was shy كان خجولا. بعد كده جاي في فراغ. But gradually ولكن بالتدريج he became more confident. لكن بالتدريج اصبح اكثر ثقه يعني عنده ثقه اكثر.
طيب first بمعنى أولا. firstly الظرف منها. at first معناها في الأول أو في البداية يعني. وبعد كده beginning بمعنى بداية في شكل جنن. الجملة اللي قدامي دي تقتضي إن أنا عايز first بس قدامها حرف جر عشان تبقى he was shy at first، عشان يبقى معناها كان خجولا في البداية. تقتضي وجود حرف جر بالصيغة اللي قدامك ده، هي أنا محتاج قبل first يكون في حرف جر، وده المتوفر في اختيار سي وحده. at first إجابة واحدة في الجملة رقم 18. 19 بيقول لك I usually أجاب فراغ once a month، أنا عادة كذا مرة في الشهر. طيب make my hair بمعنى إيه؟ أصنع شعري. طيب have cut my hair أقص شعري، كده أنا اللي بقصه. ولا get my hair أحصل على شعري، ولا have my hair cut أحصل على شعري مقصوص. هي دي الإجابة الاختيار دي. ليه بقى have my hair cut؟ because of هذه يا أستاذنا، have السببية. تمام، I اللي قدامك فاول الجملة مش هي الفاعل، ده دي كده هو تعتبر مفعول بي أول، لأن أو مفعول بي، لأن أنا عندي مفعول بي أساسي اللي هو الشعر. تمام، فcausative have إحنا قلنا إن هي أحد أشكال الباسيف، وده اللي يخلي have my hair cut إجابة واحدة في الجملة رقم 19. نروح الجملة رقم 20، بيقول لك I بقى جاب فراغ this book to all my friends، أنا كذا هذا الكتاب لكل أصدقائي. advice بمعنى ينصح، ولا recommend يزكي، ولا commend بمعنى مدح أو عجب، ولا urge بمعنى يحث. أنا هاخد recommend بمعنى يزكي كذا، أو كانوا بيقول لك يوصي بيه يعني. تمام، recommend إجابة واحدة في الجملة رقم 20. طيب نروح للقطعة اللي جايبها في الامتحان بتاع 2015 القسم العلمي، وهي قطعة جميلة وبسيطة جدا وسهلة جدا، بتتكلم في فكرة أو تجربة تحدث في استراليا، وهي تجربة جميلة جدا، وهي إنه بيقوم هناك بيسمحوا طبعا عن طريق الحكومة، بيسمحوا لطلاب المدارس الثانوية بإن هم يحصلوا على خبرة رائعة جدا تتمثل في ان هم بيوفروا لهم فرصه عمل اثناء مده الدراسه، بس دي اختياريه، الموضوع ده اختياري، وهي عباره عن تجربه لمده اسبوع او اسبوعين بيلتحق فيها الطالب بالوظيفه التي يريدها او ان هو نفسه ان هو يكمل فيها. ماشي، طبعا غير مدفوعه الاجر هذه التجربه. طب ايه الهدف منها؟ الهدف منها انه يعطي فرصه لهؤلاء الطلاب ان هم يعرفوا الوضع الطبيعي لهذه الوظيفه اللي هو عايز يشتغل فيها، علشان ياخد قراره بعد كده يكمل في هذا المجال ويتابع دراسته علشان يكون مؤهل لهذه الوظيفه ولا يغيرها الى حاجه تاني. طيب نروح للاسئله اللي جايه على القطعه بتاعتنا. خلاص احنا قلنا لك الملخص بتاعها، نبدا ب الدبليو اتش كويستشن، ودي الاسئله. اول واحد بيقول لك وات از ذا يوز اوف ورك اكسبيرينس بروجرامز، ماشي، ايه الفايده من البرامج اللي بيعملوها ده هي للممارسه او لخبره العمل اللي هم بيعملوها دي؟ هنقول It's an excellent way to gain practical experience، لأن ده بيكسب الطلاب، أو إنها شيء ممتاز إنه يكسب الطلاب خبرة بيقولوا عليها تطبيقية، كلمة practical بمعنى عملي أو تطبيقي. ماشي، نروح للسؤال اللي بعده، وده بيقول لك How can students be chosen for the program، كيف يتم اختيار الطلاب لهذه التجربة؟ الإجابة بتاعتنا School coordinators، في عندي منسقين في المدارس match students up، بيوفق على الطلاب with jobs مع هذه الوظائف that suit their talents، لازم تكون تناسب مواهبهم interest اهتماماتهم and the subjects they are studying، والمواد الدراسية اللي هم بيدرسوا. طيب نروح للسؤال رقم 3 برضو على القطعة، how long does the program last، والبرنامج ده يا شباب بيستمر قد ايه او مدته قد ايه؟ احنا قلنا بيقول ايه اسبوع او اثنين، last one or two weeks. طيب ماشي، نرجع للأسئلة، وصلنا للسؤال رقم 4 على القطعة برضو، What decision does the program help students participating to make؟ ايه القرار اللي بيساعد هذا البرنامج الطلاب على ان هم يتخذوه؟ ايه بقى؟ نروح للإجابة 4، It can help students to decide what they may or may not، بيساعدهم ان هم يقرروا ايه اللي ممكن او اللي مش ممكن want to do when they enter the workforce، ان هم يستمروا فيه او لا يستمروا فيه، يعملوه او ما يعملوهوش عندما ينضموا الى اللي بيقولوا عليها القوى العمل. طيب تمام، نرجع لباقي الامتحان بتاعنا علشان نكمل، ودلوقتي احنا وصلنا لاسئله تشوز اللي برضه على القطع، وينتج منها 4، بيقول لي سنس جين، الطلبه بيكتسبوا ايه بقى فروم ذا بروجرام، من هذا البرنامج بيكتسبوا اكسبيرينس خبره. في 6،
Which jobs do students do on the program؟ ايه انواع، ايه نوع الوظائف اللي بيؤديها هؤلاء الطلاب في البرنامج ده؟ الاختيار A jobs matching their abilities، الوظائف اللي بتناسب قدرتهم. 7 the program is، البرنامج ايه بقى؟ البرنامج ده optional، اختياري، انت مش مجبر تعمله يعني. 8 what does underlined word they refer to، الكلمة زي بتشير الى ايه؟ بتشير الى students الطلاب. وننتقل لقصة The Prisoner of Zenda وهنبدأ بيه الأسئلة تشوز، ونبدأ بيه How did Zabt know that the king was at the castle of Zenda؟ كيف عرف Zabt أو كيف علم Zabt بأن الملك الأصلي، الملك الحقيقي محتجز في زندا؟ الاختيار C No one entered the castle without permission from Rupert or Michael، ممنوع حد يدخل القلعة بدون إذن مباشر من روبرت ومايكل. طب هنقول الإجابة الصحيحة بس، وانت تقدر توقف الفيديو وتطلع على باقي الاختيارات، ولو عندك مشكلة فيها تسألنا عنها وان شاء الله هنرد عليك. 2 What did Rassendyll ask Flavia to do if he didn't come back؟ ايه اللي طلبه Rassendyll من Flavia انها تعمله لو هو لم يعد، لما خلاص كان خد قرار انه يذهب الى زندا لانقاذ الملك؟ طبعا هو مر على فلافيا ووصاها توصية. ايه الوصية او ايه الطلب اللي طلبه منها؟ الاختيار C to become the ruler، أن تصبح هي حاكم البلاد. السؤال رقم 3 في القصة بيقول Why couldn't Michael and his men say that Rassendyll wasn't the real king؟ هو ليه مايكل ورجاله ما يقدروش يقولوا أن Rassendyll ليس هو الملك الحقيقي؟ ليه بقى؟ الاختيار B They would have to admit their guilt، لأن ده هتطلب منهم أن يقروا أو أن يعترفوا بذنبهم أن هم اللي خاطفين الملك الأصلي. ننتقل للأسئلة WH question، ودي برضو على القصة بتاعتنا The Prisoner of Zenda. والسؤال أول واحد WH بيقول لك إيه؟ What made Rose angry with Rassendyll؟ إيه اللي مزعل أو إيه اللي مخلي روز غاضبة من Rassendyll؟ طول الوقت عندها مشكلة معاه، إيه سبب المشكلة ده هي؟ سبب المشكلة ده هي إن Rassendyll مش عايز يشتغل، because he doesn't want to have a job. Rassendyll لا يريد أن تكون لديه وظيفة، وإحنا الموضوع طبعاً خضنا فيه كتير وقلنا ليه. 2 How did the poor people react to Rassendyll's visit؟ كيف كانت ردة فعل الجماعة اللي هم في المنطقة أو الحي القديم من المدينة لزيارة Rassendyll؟ الله، Rassendyll راح زارهم؟ فاكر Rassendyll لما خد قرار إنه يعمل من نفسه شخصية محبوبة عند الناس اللي في المنطقة الفقيرة، وكمان ويستغل الأميرة فلافيا وحب الناس ليها؟ Rassendyll في طريقه إلى قصر الأميرة فلافيا مر بالقرية القديمة واشترى بوكي ورد من هناك، وادى البنت ما اعرفش ايه ده، كل الحاجات دي. ايه بقى شعور الناس ساعتها؟ تعال بص بقى شوف، انا فكرتك بالموضوع. اهل جابه his visit attracted a lot of interest، جذبت الكثير من الاهتمام. and soon hundreds of people، وبسرعه مئات من الناس were following him، ماشيين وراه بقى. on his way to the palace of the princess، رايحين وراه الى قصر الاميره، ودي طبعا حاجه كويسه. 3 What does Zabt mean by؟ إيه اللي يقصده سبت لما قال العبارة دي يا شباب؟ If you disappear the game is over، لو أنت اختفيت اللعبة انتهت. طبعا أنت يقصد بيها Rassendyll، تمام؟ إيه المقصود من هذه العبارة؟ It means that if Rassendyll was killed، معنى العبارة دي إنه لو قتل Rassendyll، this means that، هذا يعني that the king was killed، إن اللي قتل مين؟ الملك، لأنه قدام الناس Rassendyll هو الملك. طب لما يقتل Rassendyll يبقى كده قدام الناس مين اللي مات؟ اللي مات الملك. This will make it easy for Michael to become king، وده هيخلي انه من السهل جدا انه مايكل يصبح هو الملك. نروح للسؤال رقم 4 على القصة، وبيقول لك Why do you think that Zabt and Rassendyll left the palace through a panel in the wall؟ هو في وجهة نظرك ليه Zabt وفريدز لما جوا يغادروا القصر بعد التتويج طلعوا من لوحة اللي هي موجودة في الحيط، واللي كانت بتؤدي الى ممر مظلم، هي which led to a dark passage، تؤدي الى ممر مظلم، ليه هم ليه طلعوا من المكان ده؟ مش عايزين حد يشوفهم، because they didn't want anyone to notice، مش عايزين اي حد يلاحظه. ماشي، نرجع شباب ونكمل الامتحان بتاعنا. وصلنا للمحادثة وبنفكر ان احنا لازم يا شباب نقرا المحادثة كلها قبل ما نبدا نجاوب عليها. محادثة بسيطة ما بين علي واحمد. علي بيبدا الكلام بيقول What are we doing tonight، هنعمل ايه النهارده بالليل؟ راح رد عليه احمد قال له والله I am not sure، والله مش متاكد ممكن نعمل ايه. راح قال حاجه علي رد عليها احمد بي وات واي ذات ان بارتيكولر، ليه ده بالتحديد، يعني عايزنا نعمل ايه ده بالتحديد. راح قال له علي I want to see the new comedy film، انا عايز اشوف الفيلم الكوميدي الجديد. راح احمد قال له actually
حقيقة أو فعليا أي دونت لايك كوميديز. قال له والله أنا ما بحبش الأفلام الكوميدية خالص. راح قال له حاجة علق عليها علي: إن ذات كيس، في هذه الحالة ذير إز أ جود وان أون آت روكسي. قول له والله يبقى كده إيه، يبقى في فيلم حلو في سينما روكسي. طيب ساوندز جود تو مي، قال والله هذا يبدو شيء يعني حلو بالنسبة لي، مقبول بالنسبة لي. إيه السؤال اللي يسأله أحمد؟ بيكمل الكلام طبعا علشان يرد عليه، علي يقول له ات 6:30، الساعه 6:30. طبعا اكيد بيسال عن ميعاد الفيلم ده هيبدا امتى. راح احمد سال سؤال، رد عليه قال له اي بي ذير، انا هبقى هناك. طيب تعالى نروح نشوف الاجابات بتاعه قطع المحادثه، بس نشوف الاسئله. وات ار وي دوينج عال تونايت؟ راح رد احمد قال له اي ام نوت شور. ايه الاقتراح اللي اقترحه علي؟ عشان يرد عليه احمد بالعباره وات واي ذات ان بارتيكولار، ليه ده تحديدا الاقتراح اللي هيقترحه عمنا اللي عليه الدور في الكلام اهو. ليتس جو تو ذا سينما، تعال نروح سينما. ماشي تمام يا سيدي. بعد ما قال له تعال نروح سينما، قال له طيب طب ليه ده؟ يعني ليه نروح نعمل نروح سينما؟ قال له اي ونت تو سي ذا نيو كوميدي، انا اشوف الفيلم الكوميدي. اكشوال اي دونت لايك كوميدي، انا مش بحب الكوميدي. طب ايه التعليق اللي علقه هنا احمد عشان يرد عليه ويقول له في الحاله دي والله يبقى تعال نروح بينا ايه روكسي؟ يبقى هو معترض على الكوميدي. طب يبقى عايز حاجه غير الكوميدي، عايز ايه بقى؟ هيقول له اي لايك اكشن فيلم، ده يا عم انا بحب افلام الحركه. تمام. راح قال له في الحاله دي يا عمي يبقى تعالى نروح سينما روكسي، فيها فيلم كويس. تمام ماشي ساوندز جود تو مي، هو عجبه الاقتراح خلاص. ايه السؤال اللي ساله؟ روح يقول له ات 6:30، الساعه 6:30. ده ليها احتمال من الاثنين دول، يا اما تقول له وين كان وي ميت ايتش اذر، احنا اتقابل امتى، او ممكن تقول له وين داز ات ستارت. يعني في احتمال انه ممكن يكون بيسال عن ميعاد الفيلم فيقول وين داز ات ستارت، او ممكن يكون بيسال عن ميعاد اللقاء نتقابل امتى فيقول له وين كان وي ميت. ماشي نروح للجزء اللي بعدها او اخر جزء في المحادثه. راح اداله ميعاد وبعد كده سال عمنا احمد سؤال، رد عليه وقال له اي ويل بي ذير. ايه السؤال اللي اتسال هنا؟ السؤال اهو ويل يو ويت فور مي اون فرونت اوف ذا سينما، استناني قدام السينما. طبعا راح رد عليه وقال له اه انا هبقى هناك الساعه 6:30. طيب نروح لباقي الامتحان بتاعنا. وصلنا لموضوع الهنش، بقول لك رايت باراجراف، والباراجراف بتاعك 120 كلمه بخارج ما من حاجتين: ذا رول اوف يوث ان بيلدينج اور كانتري، دور الشباب في بناء المجتمع، او الثاني هاو وي انترتين اور جيست ات هوم، ازاي ممكن نضيف او نستضيف ضيوفنا في البيت. نروح للترجمه، وطبعا الكتاب لو تلاحظ كده ان هو جاب لك لبعض الكلمات الصعبه اللي موجوده. نبدا باللغه الانجليزيه: ذا يوز of sewage water for agricultural purposes must be banned to prevent the spread of serious diseases such as cancer and renal failure. تعال نشوف الترجمة بتاعتها واللي هتبقى بالشكل ده: يجب حظر استخدام مياه الصرف الصحي للأغراض الزراعية لمنع انتشار الأمراض الخطيرة مثل السرطان والفشل الكلوي، عافانا الله جميعا. نروح للترجمة الثانية باللغة الإنجليزية واللي بتقول لك: our geographic position, history and human and natural resources qualify us to become an economic hub in the region. The ball is in our court. والترجمة بتاعتها هتبقى بالشكل ده: إن موقعنا الجغرافي وتاريخنا ومواردنا البشرية والطبيعية تؤهلنا لأن نصبح مركزا اقتصاديا في المنطقة، فالكرة في ملعبنا. هنروح للترجمة اللي باللغة العربية اللي هنحولها إلى لغة إنجليزية، ودي جملتين بخيارك ما بين واحدة فيهم وأنا بقول لك حل الاثنين. طبعا محاربة الفساد تساهم في ثقة المواطنين أن الدولة حريصة على صون حقوقهم، وتبقى جملة بشكل ده: Fighting corruption contributes to citizens' confidence that the state is keen to safeguard their rights. نشوف الجملة الثانية واللي بتقول: تحاول الحكومة جذب المستثمرين العرب والأجانب للمشاركة المشروعات الاقتصاديه العملاقه. لو تحسب جدول الترجمه اهو، في كلمات عندك ايه بتبقى صعبه موجوده في الترجمتين. طبعا هو في الامتحان مش بيعمل كده، ده الكتاب هو اللي جايبها. تمام يا شباب عشان ناخد بالنا من الحكايه دي، الامتحان ما بيجيبش كلمات صعبه مترجمه، ده الكتاب هو اللي عامل كده. نشوف الترجمه بتاعتها: The government is trying to attract Arab and foreign investors to participate in the economic projects. وبكده يكون انتهى العام 2015 علمي ثانوي أزهري. لكن خلي بالك احنا ان شاء الله لسه عندنا المزيد والمزيد من الامتحانات مع معلم خبير اللغة الإنجليزية مستر استاذ عزت من مدرسة الشماس محافظة سوهاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.